نحييكم مجددا مشاهدينا. خلصت دراسة طبية صدرت عن جامعة هنري فورد في ديترويت إلى أن الأشخاص الذين ينامون من 6 إلى 7 ساعات كل ليلة هم أقل عرضة للوفاة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية مقارنة بمن ينامون أكثر أو أقل من ذلك. وحلل الباحثون البيانات الخاصة بعادات النوم وصحة القلب والأوعية الدموية لحوالي 14 ألف شخص لتحديد من توفي بسبب مشاكل في القلب، وتبين أنه على عكس عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب مثل العمر والوراثة الثابتة والمحتمة، فيمكن تعديل عادات النوم لما لها من أثر مباشر على الصحة. وتؤكد هذه النتائج إضافة إلى الأدلة المتزايدة على أن النوم يمكن أن يلعب دورا مهما في تحديد مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، إلى جانب النظام الغذائي والتدخين وممارسة الرياضة. وقال مؤلف البحث والباحث الطبي كارتك جوبتا: يجب التغاضي أو لا يجب التغاضي عن النوم باعتباره شيئا قد يلعب دورا في أمراض القلب والأوعية الدموية، ويجب أن يسأل عنها خلال زيارات الطبيب العام الروتينية. وأضاف استنادا إلى بياناتنا: يرتبط النوم من 6 إلى 7 ساعات كل ليلة بصحة قلب أفضل. سلامة قلوبكم مشاهدينا، وكيفك مع النوم؟ بتعرف يعني هلا عم فكر قد ايه كثرت الدراسات المتعلقه بالنوم، ولما كمان نروح عند الطبيب ويسالنا طبيب الصحه العامه بيسال دائما كيف نومك او كيف نومك. من هون اهميه انه انا بعتبر انه اوقات يعني كلنا مثل كل الناس بيكون نومنا كثير منيح، اوقات بيزيد إذا كنا سهرانين قبل بفترة، أو إذا كان عندنا صباح النور بس هي فكرة 6 لـ 7 ساعات بفتكر هي الفكرة المثالية للنوم. يعني وكمان حسب أي ساعة توني، مش بعد 12 بالليل أو من 1 لـ 8 الصبح، في ساعات محددة للنوم. بالواقع في دراسة للايف ساينس بتقول إنه إذا نمتي قبل الساعة 11 صحيح نومك كيف في لـ 5 ساعات، لانه بتشبعي اكثر نوم اذا نمتي قبل الساعه 11. بس مين بينام قبل الساعه 11؟ ما هيدي هي كثير صعبه. وتوني كمان يعني من الدراسات في تقرير في منشور يعني عبر موقع ذا هيلثي بيقول انه كمان النوم بحافظ على الوزن والأشخاص اللي بيناموا، ما كنت بعرفها كتير هالمعلومة، والأشخاص اللي بيناموا أقل من 6 ساعات يعني من 5 لـ 6 ساعات هن أشخاص عرضة أكثر ليصابوا بالديهايدريشن أو بالجفاف. نعم. وهو شيء خطير جدا ممكن يصير لجسمنا. وبدنا نعتذر من كوكب الشرق أم كلثوم اللي قالت يوما بربعيات الخيام: ما أطال النوم عمرا لأن النوم بطول العمر. وبدنا نعتذر من ليال